مع انطلاق التاسع الأشواط، وهو شوط خاص للحيل من مسافة 8 كيلومترات ضمن الأشواط العامة الخاصة لأبناء القبائل. نتابع أول المراكز وأول التحديات. من تحتل المركز الأول هواي لحمد بنت رحيب بن نايف الهاجري على مستوى المركز الأول، يقدم لنا هوايل في أول المراكز، يليها مباشرة مع ثاني المراكز اللي خطفت المركز الأول. نتابع دوشة لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند على مستوى ثاني المراكز وثاني التحديات. نتابع المركز الثالث الوصول مشاهدين الكرام والمتابعة والانطلاق من قبل خيرة لغانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني على مستوى المركز الثالث، يليها مباشرة مشاهدينا الأفاضل ومتابعينا الكرام. نتابع المنطلقة في رابع المراكز ورابع التحديات من المراكز المتقدمة. هنا نتابع القادمة والمحتلة المركز الرابع شواهين لمنصور بن عبد الله بن ناصر العطية، بينما خامس المراكز نتابع من الجانب الآخر المحتلة المركز الخامس، نتابع الاسم القادم والمحتل المركز الخامس في هذه اللحظات الوصول من خلال هذا الإبداع. مشاهدينا الأعزاء رقم محجوب عنا اللحظات، بنوافيكم بمعلوماته، بينما هناك شعار برنس المضمرين وشعار الجريان يتسلل في هذه اللحظات. هيجة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية يتسلل مباشرة إلى المركز الرابع. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز المتقدمة، ونعود مباشرة إلى المركز الأول. نتابع التحدي الأول والصدارة مشاهدينا الكرام، نتابع أول التحديات، نتابع هذا التقدم المميز من هوايل لحمد بن عبد الهادي بن ترحيب النايفة الهاجري على المركز الأول، يليها دوشة في ثاني المراكز لناصر بن عبد الله المسند يحتل المركز الثاني شعار ممثل الخور، يليها مباشرة هيجاء لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، بينما المركز الرابع نتابع الدوحة لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري يحتل المركز الرابع. نتابع المركز الخامس بيان لسيب محمد بن زايد الخيارين يحتل المركز الخامس، ويقدم لنا مشاهدي الأعزاء بيان في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز المتقدمة، وهناك أسماء وشعارات لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، ولكن نعود إلى هوايل لحمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة الهاجري يحتل المركز الأول ويتقدم على هذه الأسماء بالانطلاق المميز، ولكن هيجة تحتل المركز الثاني لخليفة بن حمد بن خليفة العطية شعار الجريان. هذا هو شعار أنقرة صاحبة السيف في ختام الكويت بشعار الجريان القادم مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث نتابع بيان لسيب محمد بن زايد الخيارين يحتل المركز الثالث، ورابعا نتابع المنطلقة في هذه اللحظة مشاهدينا الكرام. القادمة شواهين لمنصور بن عبد الله بن ناصر العطية، بينما المركز الخامس شعار برنس المضمرين بهذا التواجد مع الدوحة لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى، ونعود مباشرة إلى التحدي إلى الإثارة، حيث نتابع بيان تتسلل وتخطف المركز الأول بشعار سيب محمد بن زايد الخيارين على أول المراكز، وهوايل هنا أيضا تلازم انطلاقة بيان لحمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة الهاجري. ونتابع المركز الثالث شواهين لمنصور بن عبد الله بن ناصر العطية، وهنا المركز الرابع شعار الجريان مع هيجاء لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. هذه مشاهدي الأعزاء الهيجاء
الهيجه مشاهدي الاعزاء بشعار الجريان صاحبه السيف مهرجان المؤسس وصاحبه ال5 مليون ما شاء الله بالمشاركه الفعاله تاتي في المركز الرابع، ولكن شعار المسند، شعار المسند من الشعارات الخطيره ومن الشعارات الرنانه معدوشه لناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. نعود مباشره الى الصداره، نعود مع الاسماء العمالقه، الخمس المراكز الاولى كلها اسماء مميزه لها انجازات، لها ايضا العديد والعديد من المراكز المتقدمه في المحافل الرئيسيه. نعود ونتابع الصداره، نعود الى شعار الخيارين، شعار بيان سيب محمد بن زايد الخيارين على اول المراكز، وهنا هوايل في ثاني المراكز لحمد بن عبد الهادي بن ترحيب النايفه الهاجري، وشعار المسند شعار ابو عبد الله القادم مع المركز الثالث معدوش ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند في ثلاث المراكز. المركز الرابع وصلت شواهين لمنصور بن عبد الله بن ناصر العطيه، وهنا شعار الجريان، شعار السيوف، شعار الملايين. يا سلام، الله يهيجا خليفه بن حمد بن خليفه العطيه، كفتها مليئه بالترشيحات. هذه هيجة من الأسماء الخطيرة ومن الأسماء المرشحة في هذا الشوط، ولكن نعود إلى الصدارة، المراكز الخمسة الأولى ونتابع الصدارة، نتابع المركز الأول. لا زالت بيان تصدر هذا البيان العظيم لسيب محمد بن زايد الخيارين على أول المراكز، ولكن عادت هوايل إلى مركزها لحمد بن عبد الهادي بن ترحيب النايفة الهاجري، وهنا شعار الجريان مع هيجة. هذه هيجة مشاهدين الكرام، خليفة بن حمد بن خليفة العطية. بينما المركز الرابع شعار المسند، شعار ممثل الخور مع دوشة لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، وهنا أيضا القادمة شواهين من خطفت المركز الرابع من قبل دوشة، هذه شواهين لمنصور بن عبد الله بن ناصر العطية. نعود مشاهدين الأعزاء إلى المراكز الأولى، نعود إلى التحديات الجميلة، إلى المنافسات المميزة على أرضية ميدان الشحانية. نعود مع الكبار، نعود مع بالنايفة، ونعود مع أيضا الجريان، هنا ثلاثة مراكز في موقع واحد، ولكن هوايل تقود هذه الأسماء، تقود هذه الشعارات. حمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة الهاجري، وشعار الجريان مع هيجة مشاهدين الكرام لخليفة بن حمد بن خليفة العطية مع ثاني المراكز. المركز الثالث بيان للسيد سيب محمد بن زايد الخيارين، يحتل المركز الثالث. المركز الرابع تتواجد شواهين لمنصور بن عبد الله بن ناصر العطية. المركز الخامس شعار المسند مع دوشة لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، ولكن نتابع هناك أسماء ما بعد المراكز المتقدمة القادمة بتحديات مميزة، أساطير، وأيضا القادمة الشعار البرشلوني، شعار النعيم مع الدوحة. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود مشاهدين الكرام مع التحديات المميزة الخمسة مراكز أولى. نعود إلى الصدارة، هوايل حمد بن عبد الهادي بن ترحيب النايفة الهاجري، وهنا هيجة مع ثاني المراكز، وبيان، وأيضا دوشة تبي تسبب دوشة في هذا الشوط، دوشة لشعار المسند، وهنا أيضا القادمة شواهين لمنصور بن عبد الله بن ناصر العطية، ولكن المتسللة أساطير، حسن بن حمد بن راشد بن جفال النعيمي. ونتابع الصدارة، نتابع بيان تخطف المركز الأول في هذه اللحظة، تخطف الكادر الأول عبر قناة الريان بالانطلاق المميز بشعار الخيارين سيب محمد بن زايد الخيارين، ولكن شعار الجريان الله يا الجريان. يا سلام يا هيجة خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقدم هيجة أم السيوف القادمة والمنطلقة في هذا الشوط.
نتمنى لها التوفيق في هذا التحدي المميز، ولكن اساطير خطيره في هذا الشوط لحسن بن حمد بن راشد بن جفال النعيمي، والقادمه في رابع المراكز القادمه هوايل حمد بن عبد الهادي بن ترحيب النايفه الهاجري وشعار المسند في خامس المراكز. يقدم لنا مشاهدي الاعزاء دوشه ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، ولكن الصداره والمقدمه مشاهدينا الكرام هيجة مشاهدينا الاعزاء بثقة الكبار تسيطر على الكادر الأعلى. نتابع شعار الجريان، يا سلام يا الجريان، ممثل الجريان يقدم لنا هيجة خليفة بن حمد بن خليفة العطية على الصدارة. الله يا هيجة، ولكن بيان تلازم الهيجة هيجة. وهنا أيضا نتابع سيف بن محمد بن زايد الخيارين، أيضا بيان صاحبة رمز العمانيات في السباق المؤسس. هذه تنطلق مشاهدينا الاعزاء هيجة برصيدها سيف وخمسة مليون، وأيضا بيان رصيده شلفة. الله 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 الله، يا سلام يا سلام. نتابع المقدمة، نتابع هيجة أم السيوف على الصدارة، أم السيوف، أم أيضا النواميس العديدة بشعار الجريان بشعار السيوف على الصدارة. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقدم هيجة، ولكن بيان من الأسماء الخطيرة ومن الأسماء المرشحة. أيضا نتابع شعار الخيارين سيب محمد بن زايد الخيارين، والقادمة مشاهدينا الكرام القادمة شرود لناصر بن راشد بن ناصر بن جبر النعيمي. ونتابع أيضا من الجانب الآخر شعار النعيمي مع أساطير لحسن بن حمد بن راشد الجفال النعيمي الثلاث المراكز المتقدمة. نتابع هيجة مشاهدين الأعزاء على الصدارة، هيجة على المقدمة. الله يا هيجة، ولكن بيان مع الخيارين، وهيجة مع العطية. الجريان على الصدارة. الله الله الله، تحدي مميز، تحدي مثير ما بين بيان وهيجة، هيجة وبيان، ولكن هيجة. سلام يا العطية، سلام يا الجريان، سلام على هذا الأداء المميز. إذن هيجة تختطف المركز الأول وتخطف ناموس هذا الشوط، وتهدي السلام لمالكها خليفة بن حمد بن خليفة العطية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز، بينما بيان في ثاني المراكز لسيب محمد بن زايد الخيارين المركز الثالث. وصلت في مشاهدينا الكرام المركز الثالث تحمل رقم 28 لحظات، بنوفيكم بمعلوماتها. المركز الرابع جاءت في مشاهدينا الكرام أساطير لحسن بن حمد بن راشد بن جفال النعيمي، بينما المركز الخامس كان الوصول من قبل الشرود لناصر بن راشد بن ناصر بن جبر النعيمي. إذن مشاهدينا الكرام، حضرت العمالقة وحضروا الكبار مع تحدي هذا الشوط، حيث كانت هيجة وكانت بيان في منافسة ومعركة طاحنة عن اختطاف هذا الناموس المميز، ولكن هيجة صاحبة السيوف وصاحبة الإنجازات العديدة في هذا الميدان. هذه هيجة تصل إلى خط النهائي بتوقيت وقدرة 12 دقيقة 37 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. وسلام للجريان، سلام على هذا الأداء الجميل لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثاني بيان مشاهدي الأعزاء صاحبة الشلفة الفضية واللمبرجيني، نعم، في مهرجان المؤسس، والتوقيت الزمني لبيان 12 دقيقة 37 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لملك سيب محمد بن زايد الخيارين، بينما ثلاث المراكز وصلت في مشاهدينا الكرام رمز لعبد الله بن علي بن محمد الشالولي، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 39 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية.